الله العمل الجديد غادي يكون زوين بزاف، غادي يكون مع لطيفة رأفت. دونك الجديد غادي يكون في 2018 في آخر شهر واحد إن شاء الله أو بداية شهر فيفري. عمل اللي احنا بدينا الشغل عليه وبقي بعض اللمسات الأخيرة إن شاء الله اللي غادي نقوموا بها في واحد استوديو في أوروبا، لأن طلبت منا بزاف ديال العمل. بغينا نخرجوا ان برودوي اللي مزيان بزاف و يغيست توجور او نيفو ديال تو سكي سباس ماتنو في لا سين ميوزيكال. و سي بور سا دونك حنا اون اون تران دو ترافاي ان بو بارتو. خدمنا هنا في المغرب، من بعد ان شاء الله باقينا اون بارتي غادي نخدموها في لا بلجيك، واللي نطلبوا تسخير ان شاء الله وان الامور تكون مزيانه. غادي يكون فيديو كليب وغادي يكون ان شاء الله بمستوى عالي بزاف، لان ما يمكنش نديروا شي حاجه اللي الحمد لله اليوم الكليبات تطوروا، الموسيقى تطورت، فالنيفو طلع بزاف. ودوزيامون لا كولابوراسيون مع لطيفة رأفت، التعاون مع لطيفة رأفت ماشي شي حاجه اللي سهله او ماشي سهلة. بالعكس خصها عمل لا موسيقيا لا يعني حتى في ناحيه الكليب خصو يكون في المستوى ديالها، لان تبارك الله انسانه عملاقه وانسانه كبيره وهرم من اهرام الاغنيه المغربيه. دونك خص ان تري بون برودوي. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.